من جديد يعود استهداف فصائل مسلحه لقواعد التحالف الدولي في سوريا بعد توقف دام لاشهر، في وقت توعدت به ايران وعلى لسان رئيسها ابراهيم رئيسي بالرد على حادثه الهجوم على مقر القنصليه الايرانيه في دمشق والذي راح ضحيته 13 قتيلا بينهم سبعه ايرانيين. الاستهداف الذي يعيد سيناريو التصعيد في المنطقه والذي بدا مسلسله من خلال هجمات لفصائل مدعومه من ايران كما تقول امريكا. وصلت الى حد نداء المخاوف من الدخول في دوامه دماء وفوضى ومواجهه بين الخصماء سيما بين ايران وامريكا. وتلك المخاوف التي انتقلت بعناوين القلق الامريكي من مغبه الدخول في مواجهات عسكريه قد تؤدي الى هدم جهود دول في المنطقه ساعيه للتهدئه والاستقرار. سيما العراق الذي يشكل صمام امان للمنطقه وهو بحسب خبراء يسعى جاهدا بحكومته الى الناي بساحته عن الصراعات الخارجيه. الضربه التي استهدفت قواعد التحالف الدولي في سوريا قد تمتد بحسب خبراء الى حاله من الفوضى او الخروج عن السيطره من قبل فصائل مسلحه لا تحبذ الوجود الامريكي العسكري في المنطقه وهو ما يعني بالضروره ضرب جهود حكومه السودان في توقيت زمني حساس. حيث يعتزم رئيس الحكومه اجراء زياره الى البيت الابيض خلال ايام قريبه مقبله وهنا تزداد التحذيرات مما يحمله رئيس الوزراء في جعبته من ملفات عالقه وعلى راسها مستقبل التحالف الدولي في العراق والوجود الامريكي على وجه الخصوص من ان لا تجد نتائج مرضيه بعد تلك الهجمات على قواعد التحالف الدولي اذ ترغب بغداد بجدية الى الوصول لمرحلة اتفاق استراتيجي بتقليص اعداد الامريكيين في قواعد عسكرية تتعرض الاخيرة او بعض منها لهجمات قد تعود مع عودة التوتر والتهديد الايراني والذي خرج مؤخرا على لسان وزير خارجية طهران بمعاقبة المعتدين والمجرمين على حد تعبيره.